الشهيد أبي غازي المسيح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا للدنيا قد أهلنا، لا للدنيا. المسيرة بمناسبة وعد بالفور مشهور، وهو وعد كما قيل سابقا ولاحقا وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وهو وعد اليهود بأن يقيموا وطنا قوميا في فلسطين، وهذه مؤامرة كبيرة قبل بالفور وبعد بالفور، واستمرت المؤامرة إلى يومنا هذا. وقامت الدولة اليهود في فلسطين في قلب العالم الإسلامي، والقصد من هذه الدولة هو تشتيت العالم الإسلامي والعالم العربي لأنهم يخافون من هذا العالم. ولكن هذا يعني أمر مهما طال لابد أن ينتهي إلى أجله، وهو لابد أن يرحل اليهود عن هذه الأرض التي ليست أرضهم، وعن هذه البلاد التي ليس لهم فيها شيء. ونحن هنا نحيي هذه المناسبة ونذكر الأمة الإسلامية أن فلسطين هي مسؤولية العالم الإسلامي ومسؤولية كل مسلم، لأنها أرض المقدسة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه أرض مباركة مقدسة، ومنها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون هي مسؤولية كل مسلم أن يدافع عنها ويرد كيد الكائدين. ولا بد أن نحيي هذه الذكرى لتظل المسألة حية في قلوب الشعوب الإسلامية والقلوب حتى لا ينسى. ثم نرحل حتى أن هؤلاء لبيك 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 إسلام البطولة كله.